سمعت مثل الفتوى أو إنسان يحض الناس على اغتنام يوم عرفة فيقول أن يوم عرفة من بعد الظهر إلى التي هي عشية عرفة إلى المغرب هي أعظم ساعات وأغلى ساعات في حياة الإنسان وأن الدعاء فيها مستجاب؟ يوم عرفة يوم فاضل، وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يطلع على أهل عرفة فيباهي بهم ملائكته ويقول هؤلاء عبادي قد جاءوني شعثا غبرا. وقد ذكر أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من يوم عرفة، وأكثر أهل العلم على أن ذلك اليوم خاص بأهل الموقف. بعض أهل العلم قال بأنه يعم خبره أو فضله جميع الناس، ولكن يوم عرفة في فضائل وأعمال صالحة للجميع. فمن تلك الأعمال صيام يوم عرفة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر به سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. صيام يوم عرفة أحتسب أن يكفر الله به سنتين. ومن الأعمال الصالحة التكبير الذي يكون بعد الصلوات ابتداء من فجر يوم عرفة واستمرارا إلى عصر اليوم الثالث عشر، وهكذا في التكبير المطلق الذي يكون في الطرقات وأثناء ذهاب الإنسان وإيابه. ثم يوم عرفة من أيام عشر ذي الحجة التي يفضل فيها العمل ويكون العمل فيها أحب إلى الله جل وعلا. ولكن كون الإنسان يقول بأنه تستجاب الدعوات في هذا اليوم، هذا لم يرد فيه دليل، وليس فيه دليل يدل على مثل هذه الفضيلة بحيث أنه يستجاب لكل أحد لخصوص يوم عرفة في جميع البلدان. ورد في النصوص أن الإنسان إذا دعا الله جل وعلا مطلقا فإنه يستجاب له، وقد قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فدعوة المسلم في كل يوم وفي كل محل وفي كل زمان ترجى إجابتها. والذي يوصي به الجميع أن يبذلوا أسباب إجابة الدعوات في كل وقت، ومن إطابة المطعم، من إخلاص النية، من إحضار القلب، من الخضوع والخشوع لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى ونحو ذلك، حتى يكون هذا من أسباب قبول هذه الدعوات التي يدعو بها الإنسان ربه جل وعلا. وإذا استشعر الإنسان أن هذه الدعوات التي يدعو بها هو مضطر إليها محتاج إليها، فإن هذا من الأسباب التي بإذن الله عز وجل تكون سببا من أسباب إجابة الدعوة.